تفقد ثورتها ولم تفقد أملها. الموضوع 50% الموظف اليوم فيهم تعليق. اليوم انطلق في الميدان حركة أطفال ضد الانقلاب. حقيقة كانوا يهتفون تضرب نار تضرب حي تضرب بطيخ. أيوة نعم. مش بنخاف من الطاخ والطيخ. نعم. يعني هي وصلت لسخرية الأطفال. نعم. من عبث بعض الكبار في السن لكنهم ليسوا كبارا في العقل ولا في المنطق من الشارع. انا عاوز اعلق على الصورة. تعليق للاستاذ اسامة. هل الصورة اللي الجمهور بيشوفها دلوقتي الجمهور؟ نعم. اللي متابع هوا المسيرة بتاع العباسية طبعا ده صور مستشفى الامراض النفسية في العباسية. نعم. وامامه على طول مستشفى الحميات. في مشهد عاود المشاهد الكريم يركز فيه شوية ان الاطباء والتمريض خرجوا لتحية المسيرة وتأييدها. نؤكد على الآتي أن الانقلاب العسكري لغى كادر الأطباء ولغى كادر التمريض. فالنهاردة القطاع الطب في مصر معانا في جمعة الفرقان يا سيسي وبقول له في 5 مليون موظف ونص يا سيسي ما خدوش 15% اللي أقرها الدكتور مرسي في 30/6 اللي هو المفروض ناخدها في 7. بنقول له أبشر يا سيسي جمعة الفرقان قادمة يوم أسود عليك كما عينك مبارك. كان يوم اسود عليه جمعة اسمها جمعة الغضب. شكرا. الجمعة اللي جاية جمعة الفرقان اقولها لك وانا اسامة عز العرب خذها مني الصوار لا يخشون الموت كما تطلبون انتم الحياة واقول لك اما ان نحيا سعداء او نموت شهداء. ايها القل احترم نفسك وانت تكلم الشعب المصري. شكرا يا اخ اسامة. نحن نقول في عجالة وقبل ان ننهي هذا اللقاء لا تستمعوا لقنوات الاف. الإسلاميون وشعب مصر المرابط في كل القنوات لا يحمل لمصر إلا الخير. لا يوجد لدينا لا إرهاب ولا عنف. الميدان مليء بمرور ربع العدوية شرطة ومليء بمعسكرات الجيش لم يصل إليها الأذى لأننا دعاة خير نريد أن نبني هذه البلد وسنبنيها إن شاء الله. رسالة أطفال الميدان بتقول له اضرب نار اضرب بطيخ مش بنخاف من الطاخ بطيخ. ساعدنا بصحبتكم نص يعني نص لا ربما ده على موضوع الجامعة الفتح عشان الناس تواصل مرة أخرى.